100 هلا. ومش الحكي يلا حيه سيف هلا طيب، بس الدكتور الغالي، الله الله يعافيك يسلمك. يعافيك شو يبارك اخبارك؟ حفظك يا رب. والله سلمك يا بخير مرحبا. نبشرك يا رب لك الحمد. يا هلا الله بك والله 100 هلا. سيدي يا مرحبا. يا شو هلا بك اخبارك؟ والله. يلا حيه عاش من شافك، انا عشت اشوفك ايام. لسه تليفون الحين تقول قدامي انت. الله الله يحفظك يا رب. يسلمك. اي والله سلمك ينفع يا فيك، هذا اللي اقدر اقول. انت من الناس اللي ما زكيك على الله والمدح بوجهك، يعني الله يسعدك. انت مزكي الله حالك. اي والله عسى الله يوفقك يا رب ويزيدك فضله. احنا ما الله اخترناك الا يسعدك. انك يعني بعد الله فيك الفوائد الكثيره اللي شفناها من فضل رب العالمين. جزاك الله خير يا ابو مشلح، جزاك الله خير. حياك يا بعد راسي. تبي نبدا الاسئله الحين؟ كيفك؟ يلا ما توكل على الله. ها؟ بالله انا اتوكل كنت على الله. عندي تعليق على التعليق، بس نسكر التعليقات بعدها عاد نبدا الاسئله ايه الاولى. اوف ايوه الحين سكر التعليقات. نعم. دكتور الغالي الاسئله كثيره، نسال الله ان يعينك وينفع فيك. الله يسعدك. السؤال الله الاول، يسعدك. امين اجمعين امين اجمعين. السؤال الاول عن البكتيريا لكثره الاسئله عليها، يعني هل نعم. مرض البكتيريا، يعني مرض البكتيريا مرض مزمن هو او طبعا مزمن يختلف. يعني؟ لا طبعا هو يعتمد على قوة البكتيريا ويعتمد على قوة مناعة الطير. فهو مش مرض مزمن، هو المرض يتعالج أها. بسهولة، بس بسهولة شديدة، ولكن أحيانا يوم يكون مناعة الطير ضعيفة ويكون الدواء مو بجايب نتيجة، يعني ياخذ وقته مع الطير. نعم. زين، ما هي أسباب مرض البكتيريا؟ شنو يعني يصير معاه؟ انا بحاول اصغر شوي الاجابات بحيث ان ما استفيض في الشرح، فما ناخذ وقت طويل فهمت. على ولكن اذا يعني سامحني، اذا حسيت اني انا ما اعطيت الاجابه او ما اعطيت السؤال يعني اجابته الواضحه، يعني ارجو منك انك تقول لي يعني اشرح اكثر. نعم. حاضر. يعني الله يسعدك. أسباب هذا المرض طبعا هو طرف. الامراض من شغلتين، يا ان تكون مرض بكتيري انتهازي يكون موجود في جسم الطير، مثلا عندك مرض الايكولاي ويكون موجود اصلا في جسم الطير، فبمجرد ما تنزل المناعه يضرب الطير، او انه يكون سببه خارجي، يعني ان اكل ملوث او اختلط في بيئه ملوثه فياه المرض من البيئه. نعم. يعني هذا اللي حفظين. ما هي اعراض مرض البكتيريا؟ يعني بعرف الطير اعراضه شنو؟ انا اشوف اول اعراضه شنو؟ وطبعا على حسب، يعني مثلا عندك مرض نفس مرض السالمونيلا. السالمونيلا مثلا يكون فيه حول الثلاثة فورم، يعني ثلاث أشكال من البكتيريا. أحيانا يضرب الجهاز العصبي فيكون أعراض عصبية، أحيانا يضرب الجهاز الهضمي فيكون أعراض هضمية، أحيانا يضرب الفورم الثالث والله ما أتذكره، ولكن يعني أنا أقول لك أن على حسب شو بيضرب شو بيطلع لك النتيجة. يعني مثلا الإيكولاي مثلا او السودومونس، اذا ضرب الجهاز الهضمي يكون اعراضه واضحه على عفوا السالمونيلا كان المكان الثالث اللي يضرب الكبد مثلا، انترنال يضرب الكبد، فبالتالي يكون يخرب لك الكبد. فاقول لك على حسب البكتيريا شو تضرب شو يطلع لك، ولكن اعراض البكتيريا بشكل عام تكون اعراض مرضيه شامله، يعني ما في شيء كاركترستيك، ما في شيء اقدر اقول لك والله البكتيريا تسبب العرض الفلاني المختص في البكتيريا، ايوه لا الاعراض المرضيه اها العاديه، ما في عرض مميز. نعم. اها نعم. الله يعطيك العافيه. زين، ما هو العلاج الفعال لعلاج البكتيريا زين الفعال اللي في تشوفه نفع معاكم يعني؟ ايه زين هالنقطه، يعني انا اباك يعني عفوا انا ابى اشرح للصقاقير عسبت يعرفون ان ما في شيء اسمه علاج فعال. ليش؟ انا الحين عندي طير، الطير فيه بكتيريا، خذيت مسحه من البكتيريا وزرعتها على بتري دش، هذا البتري دش حطيته في العزل وحطيت فوق المضاد الحيوي الفلاني، المضاد الحيوي هذا جته للبكتيريا، اذن ايوه انا بقول ان انت اذا استخدمت الدواء الفلاني بيجيب ويا طيرك نتيجه، صحيح؟ هذا اللي يصير. ولكن صحيح. في وقت اذا سويت الدواء اللي انا قلت لك عليه انه جاب نتيجه في المختبر، مش شرط انه يجيب نتيجه في طيرك، لان اهو في يعني المختبر
ما عندنا متغيرات. يعني انت جايب البكتيريا يعني بالضبط انت جايب اثنين يتضاربون في حلبه مصارعه، جايب البكتيريا ويبت المضاد الحيوي حطيتهم فوق بعض تضاربوا، شفت ان المضاد الحيوي فاز على البكتيريا عيل خلاص هذا المضاد الحيوي. ولكن في جسم الطائر الامور تختلف، انت يوم تحط المضاد في عندك 50 عامل، الحراره مختلفه، المناعه مختلفه، البكتيريا نسبتها في الطير مختلفه، ففي عوامل مختلفه. الاكل يعني مثلا انت قاعد تعالج ولكن قاعد يدش كثر اللي انت قاعد تعالجه، فالعلاج ما جاب وياك نتيجه. فاللي اقصد لك اياه ان ما في شيء اسمه علاج فعال، لان في ظروف كثيره. العلاج الفعال هذا نقدر نطلعه في المختبر، ولكن في جسم الطير ما نقدر نطلعه. نفس الدواء على نفس الايكولاي اعطيه حق طيرين، طير يستجيب طير ما يستجيب، لان ببساطه المتغيرات عند هذا الطير مائمه والمتغيرات ما كانت مائمه. نعم صحيح، يعطيك العافيه. زين، ما هي الوقايه من هذا المرض، مرض البكتيريا؟ الوقاية خير من الوقاية تكون عن طريق الشيء اللي ما تحت اللي هو safe better than sorry. هذه قاعدة يعني معروفة أن لازم أنت تمنع دخول هذا المسبب لطيرك من خلال رفع المناعة ومن خلال ما يسمى بالأمن الحيوي، من خلال أنك ترفع الأمن الحيوي لطيرك، أكل نظيف، شرب نظيف، ماء نظيف، بيئة جيدة، هالأمور ما راح ييه. وحتى لو ياه بيكون عنده مناعة قوية يقدر أنه يتخطى منها هذا المرض. يتغلب بإذن الله. الله يعطيك العافية. زين، السؤال الثاني عن مرض الكنكر اللي هو القلاع. نعم. هل مرض القلاع مزمن يعني ولا؟ مرض القلاع بروتوزوا الانفكشن. البروتوزوا الانفكشن بالعربي يسمونها أمراض أوليات. طبعاً أنت عندك ثلاث أنواع من الإصابات. عندك إصابة فطرية، بكتيرية، أولية. الأوليات أغلب مسبباته تكون أن ينضرب من برا، يعني ينصاب من خلال الأكل وينصاب من خلال هذا، فهو مش مرض مزمن. ولكن أنت تعرف يعني أنت بالضبط قاعد تعطي العلاج، قاعد تعطي المسبب، فبالتالي يستوي لك شيء اسمه recurrent infection. يعني أنت قاعد تعالج وقاعد ترد مره ثانيه تعطي هذا، فقاعد يرجع له. فانت في بالك انه هو ما افتك، ولكن في واقع الامر هو افتك، ولكن نتيجه الامور اللي تصير هذه، نتيجه الله يجيب اسمه، نتيجه الريكرنت انفكشن، انه قاعد يدخل عليه اصابه ثانيه وثالثه ورابعه، انت قاعد يجي في بالك ان انت طيب مش قاعد يفتك، ولكن في واقع الامر هو قاعد يعني هو افتك، ولكن دقيقة سامحني أنا هذا أحسن أحس أنه ضارب في عيني. فأقول لك هو طير ردت للإصابة من أول وجديد. نعم، فهو مش مرض مزمن. زين، الإصابة ما هي أعراض مرض القلاع؟ أعراضه ضعف الشهية. أعرفها. إيه، لا ضعف في الشهية، ضعف في أداء الطير، ضعف في تصريف الطير، لأن الطير مثلا عندك أنت في خلال أول 6 ساعات المفروض الطير يكون عنده قابلية على أنه يفرغ شو يسمونه، يفرغ حوصلته، فبالتالي إذا استمر أكثر من 6 ساعات يكون القلاع أو يسمونه هني القرحة، هل الإمارات يسمونه القرحة، يكون القرحة هو المسبب أو أحد أشهر الأسباب. ولازم تعرف أن القلاع واحد من أشهر predisposing factors، يسمونها العوامل المساعدة على الإصابة بالسودومونس، البكتيريا السودومونس وبكتيريا الإيكولاي. يعني ما في طير عنده سودومونس إلا ما كان عنده قلاع قبل. قبلها قلاع وبعدين تطور وصار. أيوة. عنده قلاع ما تم فترة ضربها سودومونس. نعم. زين، ما هي الوقاية من مرض القلاع؟ الوقاية يعني اللي تشوفه أنت. الأمن الحيوي.
الامن الحيوي هذا ثابت ويانا في كل انواع الوقايه، يعني اي شيء بنقول وقايه لازم بنذكر الامن الحيوي، وكلكم تعرفون الامن الحيوي. ولكن في شيء بعد جدا مهم لازم تعرف، واحد من اشهر مسببات امراض الرضاع واشهر الامراض اللي تكون موجوده عند الطيور يكون الهايبو فيتامينوزس اي، او النقص المزمن لفيتامين اي. فيتامين اي هو الفيتامين الرئيسي اللي يدخل في تركيب الأغشية اللعابية. عندك الأغشية اللعابية اللي هي الفرسة، الإسوفاجس المريء، حلج الطير، الجهاز التنفسي، التراكيا اللي هي القصبة الهوائية، كلها تتكون من أغشية لعابية، والأغشية اللعابية تتكون من فيتامين اي. نقص فيتامين اي يؤدي إلى ضعف، لا هو ضعف في بنية الأغشية اللعابية، فبالتالي سهولة الانفيجن، سهولة الإصابة من خلال القلاع. نعم ممتاز. فدائما الاهتمام بفيتامين اي راح يساهم في ان طيرك يكون قلاع وبدون فطريات وبدون بكتيريا. ممتاز. زين، ما هو العلاج الفعال اللي تشوفه للقلاع، مرض القلاع الفعال اللي تنصحنا فيه؟ يعني في وايد شغلات لازم تعرف ان ما في القلاع اسمه بالعربي أوليات. الأوليات هذا مش مرض واحد، الأوليات هذه مجموعة. نفس مثلا يوم تقول لي بكتيريا، هل البكتيريا هذا مرض؟ لا، البكتيريا هذه أسرة، من الأمراض اسمها البكتيريا. القلاع هذا في منه ترايكومونياسز، في منه جارديا، في منه هيكسومونياسز، في منه مادري، فهو في النهايه يعطيك هذا الكتل، التكتلات البيضاء اللي في حلج الطير. فانت واحد وكذا شغله، فكل واحد من هذه العائله لها شيء يشتغل عليها افضل من الشيء الثاني. ولكن عندك الاسبارتركس، نسيت اسمه والله، سكني دزول شيء شي ممتاز جدا، انا الصراحه احب استخدمه. واحد من اكثر الاشياء اللي انا احبها الفلاجيل، المترونيدازول. المترونيدازول جدا ممتاز. نعم، هذه الدوائين. نعم، علاج بشري اللي هو الفلاجيل. الفلاجيل، وعندك كذا علاج بشري، ولكن افضلهم من وجهه نظري الفلاجيل. زين، السؤال الثالث عن مرض الفطريات. هل مرض الفطريات من الامراض المزمنه؟ ايضا اقول لك انه يتكرر، يعني هو يضرب الطير ولكن يرد يضربه مرة ثانية عقب ما أنك تعالجه في هذا، ويكون السبب الرئيسي نقص فيتامين A المزمن، أو ضعف بنية الأغشية اللعابية، أو زيادة زيادة دخول المسبب المرضي. يعني حتى لو أنت عندك جهاز مناعي جيد وأغشية لعابية جيدة ومستوى جيد من فيتامين A، ولكن أنت قاعد تتعرض لهذا المسبب بشكل يومي 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 إلا ما يصيبك، لأن تعرف يوصل يعني الإصابة يوم تبدأ تزيد، تبدأ المناعة تزيد وياها، تحاول تضارب 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 لين ما يوصل لبيك معين، الكثرة تغلب المناعة، فكثرة المسبب المرض تضرب المناعة، ضرب المرض ظهر العرض. نعم. وما هو سبب مرض الفطريات؟ من شنو يعني أسباب اللي يعني يصير؟ هل من العلف ولا من هي الفطريات على وجه الخصوص يكون لها أسباب كثيرة، من ضمنها درجة حرارة العلف، مش العلف نفسه. يعني هو طبعا العلف إذا كان ملوث فهو يصاب، ولكن درجة حرارة العلف من ضمن الأشياء اللي تساهم في أنها تنزل المناعة. يعني مثلا نفس يوم انك تتسبح بماء بارد وتطلع في مكان حار، زجم ثاني يوم، زين من وين يتك الزجمه؟ يعني انت لا تعرض اياك حد عاداك ولا صار شيء، ولكن انت زجمت، لان ببساطه التيارات هذه واختلاف درجات الحراره يعطي مجال حق هذا المسبب المرضي اللي موجود في جسمك انه ينشط ويشتغل. فاللي يصير انك اذا اطعم طيرك اكل بارد او لا زال عفوا
ولا زال في جزء بارد، فهذا يساهم في ان تنزل مناعه الطير، تنزل مناعه الجسم، وبالتالي يسهل من رده فعل الفطريات تجاه الجسم، فتقدر الفطريات انها تطيب الجسم. فاقول لك حتى لو الاكل نظيف، شوف انت تعطيه اكل نظيف وامورك طيبه، ولكن ضرب طيرك فطريات. نعم. الله يعافيك يا رب. زين، ما هي اعراض الفطريات؟ اعراض الفطريات؟ أباك تعرف شيء، الفطريات البكتيريا القلاع هذه الثلاثي مرح. أيوة. الجسم اللي تضربه فطريات تلحق البكتيريا، عفوا تلحق القلاع يلحق القلاع. الثلاثة لهم نفس الامباكت على الجسم، لهم نفس الأفعال. أنت بشكل عام خلي طيرك فطريات لمدة أسبوع بدون علاج. أيوة. مع إجهاد يوم بتصير عقب الأسبوع تفحصه بتحصل فيه فطريات وقلاع وبكتيريا. فكل أعراض، الأعراض واضحة، يعني هي نفس الأعراض اللي تسبب القلاع، هي اللي تسبب الكذا، هي اللي تسبب الكذا، فيسمونه السوبر ماكس انفكشن أو الإصابة الماكس ماكس، يعني ماكس الإصابة الكذا السوبر، لأنه يكون خلاص يعني جهاز المناعي طاح. تعرف عندنا في مصر بنقول العقل اللي بيقع بتكتر سكاكينه، اي والله، فهذا من والطير يطيح هذا بعد من يطيح كم زادوا علي. نعم نعم ولكن نعم الغالي، في من الناس يقول القلاع والفطريات مثل الشيء. انت الحين فرقتهم على ثلاث، على اثنين اقصد، والثالث اللي ضبته من ممكن اللي قلت البكتيريا، مو البكتيريا شو اسمه، القلاع القلاع والفطريات، هو الثالث اللي قلت لي اياه من الشيء بالضبط. عندك لاني اشوف شوي يقطع بدا يقطع. شلون؟ يقطع الحين. اسمعك، تسمعني الحين اسمعك. نعم الحين اسمعك، انا اسمعك. ايوه اقول لك، من الناس صورة اللي عندك، يقول صورتي الفطريات واضح واضح واضح. اقول لك، في ممتاز. من الناس يقول الفطريات هي القلاع بالضبط، يعني هذه مرض واحد كلهم. لا 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 لا، الفطريات يسمونها فطريات والقلاع يسمونها أوليات. الأوليات عائلة والفطريات هذه عائلة، والأدوية اللي تشتغل ممتاز. على الفطريات ما تشتغل على الأوليات، والأدوية اللي ممتاز. تشتغل على الأوليات ما تشتغل على إلا في بعض الأدوية. يعني مثلا في دواء اسمه فنبندازول، الفنبندازول هذا يعطونه حق الطيور حق دود الفرسة، فيشتغل على دود الفرسة ويشتغل لك على الفطريات ويشتغل لك على القلاع اللي هو الأوليات. مكس ثلاث يعني. اي نعم، اسمه الدواء فنبندازول. نعم، في دواء ثاني مثلا اسمه الكيتوكونازول. الكيتوكونازول هذا نعطيه نحن حق الرداد. الكيتوكونازول هذا يشتغل على القلاع. فبعض الأدوية، بعض الأدوية فقط يكون عندها القدرة على أنها تضرب لك كذا شغلة. نعم، مش كل الأدوية، ولكن في يعني في كتصنيفيا هذا غير هذا غير هذا. ممتاز، الله يعطيك العافية. زين، ما هو العلاج اللي أشوفه فعال؟ ولا هذا ذكرته تو، قلت العلاج حق الفطريات، ولا في عندك علاجات حق الفطريات بس؟ شوف علاجات الفطريات السؤال جيدة. هذا عندك دواء بشري يسمونه الدفلوكان اللي هو الفلوكون، ممتاز جدا. وعندك هذا بعد منك بس دقيقة بس. أيوة. أمرني ال شو اسمه، الله يبارك فيك. الحين احنا عشان نعرف، يعني هذا راح تسجل باذن الله، الفيد راح يرسل يثبت ان شاء الله بحسابي وباليوتيوب باذن الله، نبي العالم تستفيد باذن الله، يعني يرجعون مرجع الى كلامك وانتقه يعني بعد الله. الله الحين الكميه بس علمنا، لان بعض الناس ترى يسمع كلامك ويزيد، ممكن يزيد العيار على الطير ويذبحه. يقول من الدكتور قال هالشكل، لا نبي الكميه، القياس الطير الوافي له قياس، والتبع له قياس، والمثلوث
انا دائما الأوزان. احسب، الأوزان. انا اعطيك على الكيلو، انا ما يخصني وافي، انت ممتاز. عاد انت ممتاز. تسوي على حسب. يعني انا اقول لك ممتاز. مثلا